يا رمضان سلام مرحب، شعب المسلمين رحب، منتظرين بنترحب، زادنا صيامنا ما بنلعب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم ما بعد، درسي لواتني صدحات دروس رمضان تيهلك قلينا عوان كي نوح نقول يا شهر رمضان شهر التوبة بش رمضان وبشي إلهي إن لو توبتك أنا يا هيد وبشي توبت وإن قفكو توبتك أنا وبش رمضان وتوبتك قبحه توبتنا وين وقفك الله سبحانه وتعالى وصور نغضه ووحي ودنوب قلي وكسر نغضه رمضان هي شهر التوبة وحا اسكوح رأي الله يسكو دراي نبي قيدنا عليه الصلاة والسلام أي وحا حديث كله هاي حال الشيء نبي قيدنا عليه الصلاة والسلام إنو كوري من بركة وصدح درجو ككوبان كدي بنا مركو درجة كربا وحا أولها نبي قيدنا عليه الصلاة والسلام آمين كدي بنا هدو على ورايستي نبي قوله عليه الصلاة والسلام مد والب ملك جبريل بأويمي أو وحبو ديني أم وحبو دعينه حكم إذا هيد أتاني جبريل فقال يا محمد من أدركه رمضان فلم يغفر له فأبعده الله قفك رمضان وسو جارة بالرمضان جارة وأن لود مدافن الله فوقيه مركا قل مركا سامحنا الآمين إذا بش رمضان وبال دمداف ويه وبشي توبت دوي هدي بيشن رمضان التوبت كيني ويدو غورما توبت كينيسا هدي اد بيشن رمضان دنوبتي اسك دقي ويدو غورما اسك دقيسا بيش رمضان وبشي توبت وبشي دمدافكا الله سبحانه وتعالى وحو كو دياري دمان وخي دنبيدو كاغا بخي لهاين وحداركيسا شياطينتي او شي او حمانت يا دنوبتن iyadu qurxinaysay waxiran yihiin waxa kale oo lagu tilmaamay in ilaahi subhanahu wa ta'ala rahmadiisi in xariistiisi dambadaafkiisa ay furan yihiin waa bishan shahrul maghfira ay tahay baa lagu tilmaamay waxa lagu sheegay acmaash faraha badan ee markaad samayso lagu daray qufira lahu ma taqaddama min dhanbi waxa kamid tahay qiyaamul laylatul qadr soonki baa kamida marka waxan aad akhriyayso qiyaamul laylatul qadr baa kamida qiyaamul layl baa kamida رمضان غفر له ما تقدم من ذنبه ذنب جسيو رم بالله رافيا فرصته هي كانت سيدا أيا بدن دعوين كبر لا قبليا وفرصة إله ذنب يدي قد عفوا نسا تبت إليك مركا بيشني وبشي ذنب دافك وبشي توبة ده هدي بيشن أتوبة كيني ويدو ده بالكلا أتوبة كيني سمتشلو ساد رادد وإن قفك وكفى إذا استو توبة دي ودك دجو إله سبحانه وتعالى وصو نغل ربنا سبحانه وتعالى وحين وجيري يا توبة الله سبحانه وتعالى إسقى وحين ليه وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير قالوا حليه استغفروا ربكم ربك إن دمداف ويديست ثم توبوا إليه كدن أطوبت كان مكاد أطوبت كانتان إلهي سبحانه وتعالى وحيد كتر تريا ويدين راحين يا فضل الإراد سينيا الله سبحانه وتعالى وتواب وي مقعدي صح كم إذا التواب أو توبة أقبل بدنا توبة ده الله سبحانه وتعالى ونوجي عليه آيات كلا الله حليه قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه إله سبحانه وتعالى إن الله توبة كانوا ربي والله لو دمداف لو يديستو أي آيات هسي نوجي عليه دنبي دافك توبة دا مؤمنين لو غير ما يقالك لي بل مؤمنين تبا لو غير لي قفك مؤمن كابل رأيهم توبة كيانو والله سبحانه وتعالى وحليه وطوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون إلهي توبة كيانو لما أنت مؤمنيني ذاتك مؤمنين تاهو إن اللي بان تنبا من ذنتهم ولك عدل إليه توبة كيانو وأيوه ومؤمنين تلفتو دي يا مؤمن دنبي قد قليسو معاستا قليسو خلاتك سمعين شوك تدعى وحاصرًا إلهي سبحانه وتعالى وقصر النقو وطوبت كان وكم من نقو توتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون بل مؤمنين تبال إليه يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ربيين ودنبي قيدك الله فمذيها مؤمنين توبت نصوحا
oo fiican Ilaahay subhanahu wa ta'ala u toobad keena. Alla subhanahu wa ta'ala dambigiina waa dhaafaya, jannana Alla subhanahu wa ta'ala waa idin gelinaya. Toobada markaas la inoogu yeerayo, waxa la rabaa inaynu kulligeen u diyaar garowno, inaynu ka faa'iideysano oo u shaqeyno oo waliba khaasatan bishan Ramadaan ee barakeysan aynu toobadii qof walba garanaysa dunuubtaadi. Haddii dunuub gaar oo aad cayiman oo waaweyn aad gashay ay jiraan, aad garanaysid dunuubta ka toobad keen. Midmid uga toobad keen, xabad xabad. Ilaahu dambigaasan kaaga toobad keenay, ilaahu kaagaasan kaa soo noqday, ilaahu kii aan halka ku galeyna waa kaaga toobad keenay, ilaahu kuwii aan muddada soo waday nooca aana, ilaahu waa kaaga toobad keenay. Waa inaad ka toobad keento. Si guudna ilaahay wixii hore iga dhacayna ii dhaaf, adigaana kuu soo noqday, waa inaad tiraahdo la timaado. Toobaddu sideedaba waxa weeye arrujuucu ilallaahi, ilaahay in loo noqdo weeye subxaana wa tacaala. Arrujuucu ilallaahi, ilaahay in loo noqdo. Min macsiyatihi ilaa taacatihi, macsiyadiisi in laga soo noqdo, taacadiisa iyo adeecidiisa iyo maqliddiisa alle subxaana wa tacaala loo soo noqdo oo loo toobad keeno. In addoon dhaba noqoto oo lagaa helo atadallulu ilaahi, atadallulu walkhuduucu lilmacbuud, inaad isu dullayso oo isu dhul dhigto allaha macbuudka ah, maxabatan wa tacdiiman, iyadoo kalgacayl iyo weynayn labadaba ay kugu dheehan tahay. Jacayl aad alla jeceshahay subxaana wa tacaala, oo ciddaad jeceshahay waa loo soo noqdaa, iyo weynayn aad alla weynaynayso oo qadarinayso inaad u soo noqoto oo isu dullayso oo isu dhul dhigto. Addoonku marka uu cararo baxsado u og yahay dembiyuu galay, ilaahay subxana wa tacaala taacadiisii uu ka cararay waafakaday, marka addoonkaas u baxsado waxa uu soo noqonayaa isaga oo daacada ilaahay subxana wa tacaala isu dullaynaya, isu bihinbihinaya, arrimihiisoo dhan ilaahay subxana wa tacaala u dhiibanaya, isjejebinaya, isbihinbihinaya dilmaam. Marka albaabka ilaahay inaad garaacdo oo qofkii toobad keenay ee soo noqday albaabka garaacay, ilaahay subxana wa tacaala u soo noqday, alla subxana wa tacaala waa ka toobad aqbalaya, toobadiisana waa aqbalaya. Marka inaad ku dadaasho toobadda ayaa la doonayaa. Ikhwani fillah, waa inaan toobadda ku dadaalno. Toobadda waxaan u leenahay cid aan kaga dayano, ayaynu kaga dayanaynaa ambiyadii ilaahay baa toobadda inoogu ah calaamad inoogu ah, oo toobad keenka hormuud inoogu ah. Markaan aragno ambiyadii alle subxana wa tacaala, waxaan arkaynaa say u toobad keeneen nabiyullaahi Yuunus markii uu dhibku ku dhacay mashaakilku ee xuudku uu liqay, waa kii ka dhawaaqay mugdiyada dhexdeeda, an laa ilaaha illaa anta subxaanaka innii kuntu min adaalimiin. Yani tawxiidkii buu qabtay, kadibna dulmigii daalimiin baan ka mid ahaa buu leeyay, dulmigiisii buu qirtay, kadibna alla subxana wa tacaala waa ka toobad aqbalay. Waxaan arkaynaa nabiyullaahi aadam iyo xawaa inay toobad keeneen oo geedkii ay cuneen ay ilaahay subxana wa tacaala uga soo noqdeen, uga toobad keeneen, oo maxay yidhaahdeen, rabbanaa dalamnaa anfusanaa wa in lam taqfir lanaa wa tarxamnaa lanakuunanna min alkhaasiriin. ilaahu naftayadii waa dulminay, haddii aadan noo naxariisan, aadan noo dambi dhaafin oo noo naxariisan, kuwa khasaaroobay baan noqonayna. Marka ilaahayow yaa kale noo naxariiso oo noo dambi dhaaf? Ambiyadii ilaahay baa saas leh. nabiyullaahi ibraahim wakiya waladii atmacu an yakfira lii khati'atii yowma ddiin, ilaaha aan damacayayo oo hungureynayo inuu gafkayga ii dhaafo maalinta qiyaame. nabiyullaahi muusa calayhi salaam ayaan isagana arkaynaa isagoo toobad keenaya oo rabbi la hadlaya, qaala rabbi innii dalamtu nafsii faqfir lii faqafara lahu innahu huwa alghafuuru arrahiim. nabiyullaahi muuse wuxuu yidhi, rabbiyow innii dalamtu nafsii faqfir lii, ilaahow naftaydii waan dulmiyeeyey, ilaahow ii dhaaf, waa soo noqod wey. kadibna ilaahay subxana wa tacaala faqafara lah, waa u dhaafay alle subxana wa tacaala. cajiib, innahu huwa alghafuuru arrahiim, alla dambi dhaaf badan oo naxariis badan weeye rabbigeen subxaanahu wa tacaala. toobadda iyo in alle loo soo noqdo halkaasa uswo inoo ah. nabigeenna Muxamed calayhi salaatu wasalaam ayaa inoo dhawaaqaya, rasuul wuxuu leeyahay xadiiska ee uu werinayo Al-Aghar ibn Yazar Al-Muzani radiyallahu canhu, Muslim uu soo saaray, wuxuu leeyahay nebigu wuxuu yidhi, yaa ayuha annaas tuubuu ila allaahi wastakfiruu, wardadow ilaahay u toobad keena u dambi dhaaf weydiista, fa innii atuubu fi lyowmi mi'ata marra, maalinkii waxaan toobad keenaa boqol mar baan toobad keenaa buu leeyahay nebigu calayhi salaatu wasalaam. shuf u fiirso, nebigeenni Muxamed calayhi salaatu wasalaam ayaa wuxuu leeyahay, maalinkii boqol mar baan toobad keenaa dadow ilaahay u toobad keena, maalinkii boqol mar baan toobad keena. innaga maxaa linooga baahayay marka? nebi Muxamed oo dembigiisi hore kiisi dambe la dhaafay ayaa boqol mar toobad keenaya maalinkii, innaga maxaa linaga rabaa? waa inaan toobadda laasimno wey ay joogto inoo noqoto,
حديث كلا إمام بخاري ورنيو حنا بيقول يا إني لا أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة وحن الله يدمره في دستور توبات كنا مالك تضبات المرء كبرا تضبات المرء كبرا وحاسورا وتوبت دوي فضل الله سبحانه وتعالى أكتس دقن كاس أي أصحاب تقاتين مركز وحها هند توبت بدن وإله سبحانه وتعالى أصون نقطة وتوبت أي دقن كودة تعيوي مركز نفتو ذا بحنيان وإله درتي وتوبت كينيا أن أرجنا بل هواني نبي أتمي عليه الصلاة والسلام مركز وحي لا هذا هاي رسولك الله إني قد سنيت وانسنست فطهرني إطهري حد تنبي أنجل إلى رسول الله يقد طاهري واسنيست يقد طاهر بهذا رسولك وعلي عليه الصلاة والسلام بل نقو كذي من بريبة صان نقط ويتمي مرستي رسولك الله محد يعل علي ليس سدي نك ماعز أدو عل علي ليس وكلا يا الله خلوه بيو ماعز ومية وعلنتها وكشي سنسي نك ماعز سدي سي وأنك لو زنيست يسنا توبت توبت كياني وحد كله جو في نبيه مدع العلني ممزيدي ما عيسى بقى يعلني سا أنا جورك يجوا عديه فوالله إني لحبلة والله أنا أور بعمله أور كزينة بعمله حامل بنا مركز رسولك أما لا فذهبي حتى تلدي هذا ساعة هاي بالواجه هاي أرضه أنت أمور يسوع مغنو كده المركز ده شيء تمي يضو المهم كسيدة مركسيدة مركز رسولك الله هذا قد ولدته وعكنا أمور مركز النبي وحول إذهابي فرضعيه حتى تفطميه والأرض سنوتي إلى أنت تصوغر نسب كدين وي تكتي مدة المغنيد مركو مركز مالنت وحي كانتي السجي أي وضه أو جعنتنا شب روتي يكسيتة بس إذا رسولك الله المه يرى واكن أو انتدي بمعني روتي دي نوكا جعنت كسيتة مركز أي رسولك عليه الصلاة والسلام وحولي نين مسلمين تكمدا أي المه كوريتشي إنه هيو iyadiina gudba loo qoday kadibna halkaas ayaa lagu rajmiyay oo dhagax lagu dilay Khalid ibn Walid saxaabiga la yiraahdo radiyallahu anhu ayaa dhagax intuu qaatay ayuu kaga dhuftay wajiga kaga dhuftay gabadhaas markii la rajminayay kadibna dhig ba soo booday markaas uu hadal maagid ah oo cay ana uu ku daray kadibna nabiga kaleey salaatu wasalaam ayaa maqlay rasuulku mahlan ya Khalid Khalid uu kaadi fa walladi nafsi biyadi لقد تابت توبة لو تابها لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة وسعتهم وحي توبتك أنت توبتها هذه اللوقي بيو تدبات غير مدينة هذه اللوقي بيو تدبات قري هذه اللوقي بيو توبت كبلارا وكواسعا أي توبتك أنت وهل وجدت شيئا أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل وحكفض لبضان مياد هيسا إن نفتي ذي ألدرتي أي أبحسي وين التوبات كانت الله ظاهري أي نفتي الأسوة تكتي ويضو أي كانتي وحكوا بضحيصة هالكاس أي عاين تدكيون نفسنا سالحين تاعي توبات رقم واحد إخواني في الله توبتوا يئن لا توبات كانوا وإله سبحانه وتعالى الله صور النقضة إلهي واتشعليه ربي واتشعل وقال سبحانه وتعالى وكفرها إن أدونك صور النقضة سيد حديث كعد نبي عليه السلام مسلم ورنا يو رسولك الحول إلى الله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه إلهي وكتشعليها وكفر حد بذن يأدون كيس مركو وطوبت كيانو من أحدكم على راحلته قفكين وقاليد كيسي سارنا ولبه قوية أتشوغي وآي كبحصتي وعنتضي عبتان كيبو سارين وكاقوستي كيد من قيد هوستي تقي وحر كيسا تيفصدي يساقو هشيسي كاقوستي يقول موت بسوغي وعن الله يحابي لابو سارن يدينا مهيو للكوا سحارة ميل عيدي كمدوه قيد كاسو تقي ينسكا تيفصدي يساقو سيدي كسوغن من سواب يدي ودوشي ستاقن بعد دون الآن السود التكتي مركزو أنتو هجانك قبطي أيو فرحدة درادة دي أنتو قيليي أيو يحول اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح هل كي أوران لا إله هو ربي قيباتي أنا أدونك أجيباناي شكري أيو يحول إلهي وأدونك يجيباتي أنا وان ربي قيباناي يحول الله فرحدة درادة دي والله خلطمي فرحد بنانتا فرحدة انت على إيك وقفك على سفر حي وحكدرا فرحدة الله سبحانه وتعالى وكفر حيو أدون كيسي وأوصو نقضي أدون كيسي وأوصو نقضي سيدا وكفر حي أيا كد كبضا بل إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين إلهي وشعليا كوة توبة كان كبضا كوة استاهرين الله سبحانه وتعالى وشعليا من كقف ولبا حرب إن إلهي أوصو نقضي توبة كانوا فرحدة إيه وحا ولازمه إن كل يبانتو توبة دي بها ودقين
شيطان بهل الى هذا باشيرو ويرها توبت كيني دونتا صادم توبت غورما دبودغي حدا اورن جيرتي بل رمضان تن توبت كينيا بل كدي بان توبت كينيا مدو خليغان خلي كفيعن وا توبت كيني سمجرو خليغان خلي كفيعن وا توبت كيني سمجرو نفط وا ضعيف وا سومنتاي وي دبنتاي وا شيادين توك خيرنتاي دباتو دن الله سبحانه وتعالى حريص وفرنتاي توبت كين جانس كن يفسدن كفايسيس معاصيده وبريد بلده بريد الكفر كفر بيسهن وطح هذا معاصي هذا بلاطه إن الكفر يقال لمك كل سنة خطر بلاطه توبة كان إلهي أصحى النقو الدنوب تك توبة كان محاول تسوي توبة كينسا توبة شروط بيلاده هاي مركات توبة كينسا وإن شروط توبة قد أوفسه وبحسه توبة شروط يا دنا شن شرطي بقى أمه مثلا هجوين شن تها شرطي بيلاده كو أن تكون خالصة لله إن إلهي درتيتها الإخلاص واحد أضو توبة كينسا وإن ألا درتيتها أرنت الله بعض وإن تكمل جوته وحيد عي أرنت صدق حد وإن تكفق ذا معاصدي يدروبتي أتكفق ذا كله بحضه أرنت شناد أرنت أفراد وإن أقول أنصته مستقبل كنا نضيب أقول نقول شرطي اللي حد وإن وقتي توبد وشوف شن تشرطي وإن لقاهر مركضان صيفا فهينو إخلاص وإن اللدرتي طاي تكوبات ومحل وجه كذا إن هذا عد حشاطي عدك كحشان سيء عدك يقول لي رجلي سيء قارة إيو إذا سكرت سيء سيء طمع الدنيا أدوني سيء هذا واحد كبر هذا دنيوب تن عدك كشغ على سين سيء قلك لا كل رواتي دو سكوح الناد واحد صار وين الكشرين واحد أو طابت كين سويني الله تعالى سبحانه وتعالى قصة كون سيء هذيك اللي دقرت ككلا يشد كلا على هذا أو طابت كنت لو ما توبت كيني عرفت الله بعد وإنه قام موضه وإنه كقام موضه وحكى هذا حي الدنيوب وإنه كقام موضه هو إن أنا دق إلى هين أتعلى الله هيد الله محي أقول عذي وين تراه وله أكتسي سوتش تبيسو نفط وين الله دق على أنتو حمان تنكو جلسي عدي كقول لي رجلسي وين النعذو مركوا قوممو وين كقوممو أرنت شرطي قصد حادنا وحوي مركض وحي كبحضو وين كبحضو كله بحضو وهذا دم بيجي فرق أقوله كذا تراه وطوبت كان هيدا عيار بنغنس والعيار إسا هذا كتوبت كنتي خمر هذا كتوبت كنتي مخدر هذا كتوبت كنتي أنا كل عشرته توبت هذا دوا عيارو هذا صلاة جماعة هذا تكسر تكوي مساجك وهذا كتوبت كنتي دون سجماعة دي إن 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 كتوبت كنتي جماعة على أنتي وإن عاد صلاة دي تجمعك إلى علسة وأدا وهذا بلوضة وإن عاد مرشح مت كذا قاعدة وإن واجب كذا تكتي وإن بحسة هذه صلاة صون إيه سكية إيه وإن سكية إيه صون كي إسمه إسح وإن هذا تي ماذا مع سيدي وإن كذا بحضة هذا الربا كتوبات كنت وين الربا دي كفوق ذا وين كله بحذوه مع سيدو هذا حقوق بنو آدم أهيد وين كله بحذا حقوق ذا هذا مال عيد كله هذا هاي أهيد كتوبات كنت وين دو عليسو ساسي توبتكو عن صحيصة توبتكو حكو عن صحيصة هذا مال كي أتقرني سقف كلها أوجي هذا آدم قرنين أصدق ذا وأصدق ذا إلهي سبحانه وتعالى قرنية وقارسينية الله سبحانه وتعالى أوديب هذه أي حن أهيد قف عرضي شرفتي ساعات واحد جذب تي هذه أتسلى ذي حن تيو أجادي أما هو أجادي بقى وتجو حال على ضرب إنه 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 كاعف فيه عفس كضرب كضربه وحكلوه هذه أي تها هذه أتسلى ذي مو أجانا حبها وش يجن هذا يحمان كلاسين غننا يقول إلهي سبحانه وتعالى مدافع ويديسو يسجينا أمان أو قليال كوي لمدة هي قوات كم أكتي كأمان وحكلوه الربع إن أتجو أنصتو إن أدب أقول نقول مستقبلك هذا سلعة هاي بريء أتكون نقطة دي شانس برادين إسا توبض معها ودم بين وقت يا توبض ده وإنه تشوق وقت يا توبض وام حي وقرحه ده أنت أنا دعينوي أنت أنا كسب بحين ماشوا بعضه وهذه قرحه ماشوا بعضه كسب بحده توبض بيجرتو سأل سبحانه وتعالى أنا بيجنوي لا تزال توبته تقبله حتى تطلع الشمس من مغربها إلى قرحه ماشوا بعضه كسب بحده توبض إن لا أقبله يكذول ميسو هذه هلا كسب بحده حبلا ما أقبله حيث كان النبي عليه الصلاة والسلام يا مسلم ورنيو من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه قفك جارك أنا وين الجريد سيمن وهذه أجلس صاحة التوبة دي مجرته سألوا لي وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن توبته ملها كونت حمانت سكدح دباشان ملك جريد تماضو ورنيا حتى أن توبتك يعني ملك التوبة دي مجرته هذا قف غرغرة سوقاره إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرقر إنت أنه غرغرة ذا قاعدين هذا توبتك أنت شروط يونا لقاهره ألا وكا توبة أقبل يا سبحانه وتعالى سقعنا إنه باقي له يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تغنطوا من رحمة الله هذا ما هيك نفتو ذاكو حد قد بي الدنبي ذا قال يو حققوا سنة النحريص تيدا إن الله يغفر الذنوب جميعا دنبي ذا أوردن ألا سبحانه وتعالى وعرفا إنه هو الغفور الرحيم
وضم داف بدن الله سبحانه وتعالى ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما قف كحمان سمايا من نفتي صدلميا إلهي دم داف ويديست الله وحهليا إنه يهي غفورا رحيما الله دم داف بدن الرحيس بدن مركا رحمدها يدم دافك يفضائش بشر رمضان إن إله سبحانه وتعالى ونغنى وطوبت كأنه وحاشع صب الله الله فرانه ووحي هركة طوبت كأنه أي اللي دون يا إله سبحانه وتعالى يودي سننا طوبت دينا إنه أقبله إنه طوبت دينا إنه وافتشيه هذا وبالله توفيق وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا رمضان سلام مرحب شعب المسلمين رحب منتظرين دلت رحب سدنا صيامنا ما بنلعب.